حضر محمد حصة التاريخ الرائعة. سجاء، ما إعراب حضر؟ حضر فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخر. جيد، حضر فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخر. ونعرف جيدا كيف نفرق بين الفعل الماضي والفعل المضارع بإدخال س. هل يمكن أن أقول سحضر؟ لا. إذن بما أنني لا أستطيع قول سحضر فهو فعل ماضي. لو كان الفعل يحضر سيحضر، هل هي صحيحة؟ نعم. إذن فهي فعل مضارع. إذن حضر فعل ماضي مبني على فتحة الظاهرة على آخره. محمد اسم قام بالفعل وهو مرفوع، إعرابه ماذا؟ حمادة؟ فاعل مرفوع ونصب ضمة ضاعة على آخره. جيد جدا. اسم قام بالفعل وهو مرفوع فهو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. حصة عندنا فعل فاعل اسم منصوب جاء بعد الفعل والفاعل ما هو؟ نور، مفعول به. أكملي. علامة نصبه الفتحة. جيد. حصة وهو مضاف. جيد، وهو مضاف سنفهم لماذا. التاريخ أميمة جيد جدا. حصة التاريخ، كيف نتعرف على المضاف إليه؟ دائما أقول حصة، هل فهمنا حصة ماذا؟ هل فهمنا لو نقول حصة فقط ونسكت، هل فهمناها حصة ماذا؟ هل هي حصة الرياضيات أم حصة التربية الإسلامية أم حصة اللغة العربية أم حصة التاريخ؟ هنا عندما أضفنا لها كلمة مجرورة عرفتنا بأن هذه الحصة هي حصة التاريخ. حصة ماذا؟ حصة التاريخ. إذن هذه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والتاريخ مضاف إليه مجرور وعلامة جر فكسر الظاهرة على آخره. الرائعة، حصة التاريخ رائعة. ماذا فعلت هنا عبد القادر؟ صفة مجرورة وعلامة جرها الكسر الظاهرة على آخره. صفة مجرورة وعلامة جرها الكسر الظاهرة على آخره. حصة التاريخ ما بها؟ رائعة، وصفتها. فهمنا؟ زرع رمزي. جاي. التلميذ وئام. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر. كيف عرفته فاعل؟ هو الذي قام بالفعل وهو مرفوع. إذا ما هو؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر. ماذا زرع؟ زرع التلميذ شجرة. اسم منصوب جاء بعد الفعل والفاعل ووقع عليه فعل فاعل، ماذا نسميه؟ رابح في الأخير. جيد جدا. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. في واضحة. إيمان. حرف جر. حرف جر من إلى عن على فيه كاف لام الباء كلها حروف الجر. الاسم الذي يأتي بعد حرف الجر ماذا نسميه؟ اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره. جيد جدا. عندما دخلت في على ساحة جعلتها مجرورة ونقول أو نقوم بإعرابها ساحتي. اسم مجرور بفي، يعني فيه هي اللي قلبته مجرور، في وعلامة جره كسرة الظاهرة على آخره. جيد، وهو مضاف لا نسكت. لماذا؟ ساحة ماذا؟ ساحة المدرسة.
هل قلنا ساحة الحديقة أو ساحة المستشفى؟ لا، ساحة المدرسة حددتها. اسم النكرة يأتي وراءه اسم مجرور مباشرة نسميه مضافا إليه. إذا المدرسة مضاف إليه. أعيد، في حرف جر، ساحة اسم مجرور بفي وعلامة الجر الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. المدرسة مضاف إليه. دائما في الإعراب نرى ما قبل الكلمة وما بعد الكلمة. لاحظوا معي، لو لم ألاحظ ما وراء كلمة ساحة لأخطأ أو أخطأت ونسيت كلمة وهو مضاف. فهمنا؟ يكرم، هيا لندخل عليها الساء، ماذا تصبح؟ سيكرم. هل هي صحيحة كلمة سيكرم؟ عندها معنى. عندما تكون صحيحة عندما ندخل عليها الساء فهي فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع. مدير، مدير اسم مرفوع قام بالفعل وجاء وراء الفعل ماذا نسميه؟ أريش، فعل مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهر على آخره وهو مضاف. جيد، وهو مضاف، فاعل مرفوع وعلامة رفع ضم الظاهر على آخره وهو مضاف. لماذا؟ اسم النكرة جاء وراءه اسم مجرور نسميه مضاف، والذي يأتي وراءه ماذا نسميه؟ مضاف إليه، مضاف إليه مضاف إليه. لماذا قلنا مضاف إليه؟ أضفناها إلى كلمة مدير لكي نعرفه هو مدير ماذا؟ مدير المدرسة وليس مدير المستشفى أو مدير المكتبة. فهمنا؟ مدير المدرسة لا غير، فهو مضاف إليه مجرور. لاحظوا معي، اسم مجرور يأتي بعد كلمة أو اسم نكرة مباشرة نقول أنه مضاف إليه. فهمنا؟ التلاميذ، التلاميذ اسم منصوب وقع عليه فعل الفعل ماذا نسميه؟ اسم منصوب آدم، مفعول به منصوب وعلامة نصب فتحة الظاهرة على آخره. جيد جدا. أعيد لنركز قليلا، قلنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأن الفعل وقع عليه، وقع على من؟ على التلاميذ. قلنا دائما المضاف إليه كيف نعرف؟ كيف نعرف المضاف إليه؟ دائما نطرح سؤال، مثلا حصة ماذا؟ حصة التاريخ. فهمنا؟ أقول حصة ماذا؟ حصة التاريخ. وأيضا اسم مجرور جاء بعد كلمة أو اسم نكرة نقول له مضاف إليه.